ايه قصة بيرسي تاو؟ النهارده كان في المؤتمر في التدريبات عادي، وكان الحقيقة مرح كعادته. وبيرسي تاو من اللعيبة اللي بيبان عليها قوي مزاجها، يعني لو متضايق بتلاقي التكشيرة عاملة كده وشعره طويل ومكشر قوي، لما تلاقيه مبسوط فبتلاقيه حالق زيرو وبيتنطط في التدريبات. فالنهارده كان بيتنطط، والصفحة الرسمية للأهلي نشرت فيديو ليه. لكن القصة الحقيقة إن هي ما زالت مستمرة على مستوى المفاوضات لكيفية رحيل اللاعب في الفترة اللي جاية. طلبات اللاعب إيه عشان يمشي، عشان يفسخ تعاقده؟ كل فلوس، كل الفلوس. بيرسي تاو الجناح الجنوب أفريقي طلب من الأهلي أن يحصل على 1,750,000 دولار ليرحل عن الأهلي. رقم كبير جدا جدا، يعني انت بتتكلم عارف عبارة عن ايه؟ 1,750,000 دولار، 1,750,000 هي عبارة عن 1,300,000 او 1,300,000 او 400,000، دي قيمة عقده السنة اللي باقية له، ومعاها اضافات هو عايزها كي يقبل بان يرحل عن النادي الاهلي قبل عام من اتمام انتقاله او اتمام تعاقده. مبلغ كبير بكل تأكيد، واعتقد انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه من طلبات بيرسي تاو فهيستمر بيرسي تاو في الموسم المقبل. الاهلي ليه بيتكلم مع بيرسي؟ عشان اذا رحل بيرسي فالاهلي بيترك مجالا لاضافه لاعب اجنبي اخر. هل محمد علي بن رمضان ما زال قائما؟ نعم. هل هو في الزمالك الاول؟ لا، الزمالك ولا فتح وشايف انه ما يقدرش يدخل في الصفقه، وعارف انه الاهلي مخلص نسبيا امور كثيره مع محمد علي بن رمضان. لكن في الاهلي، فالاهلي مخلص كل حاجه تقريبا مع اللاعب، ولسه بيحاول مع النادي المجري سواء على مستوى طريقة الدفع. لكن تبقى المشكلة الأكبر هي فكرة إعادة البيع، هو لاعب شاب في الآخر بتتكلم، فبالتالي النادي المجري عايز نسبة معينة، الأهلي عايز نسبة أقل. من يترك أرضا ستمنح له أرض أخرى من جانب آخر، فساعتها ممكن تتحل. مين اللي هيقدم أول تنازل؟ ده هيوضح الأيام اللي جاية. هل ينضم محمد علي بن رمضان لقائمة الأهلي قبل نهاية القيد يوم 12 سبتمبر، ولا ننتظر لشهر يناير المقبل؟ على ذكر